خصوصا فيما يخص المقتدر الدخول المدرسي. اكدنا حسب لعل ان الخريطه المدرسيه ولا ان المديريه الاقليميه تاخذ بعين الاعتبار الملاحظات اللي طرحنا فيما يخص جماعه الشلالات. اكدنا ان جماعه الشلالات الان ما بقاش كيسكنوا فيها غير السكان ديال جماعه الشلالات. طلعوا لها السكان ديال الحدوده اللي صحاب البرنامج الوطني ديال السكن الصفيع، الدواور ديال الحدود ديال البرنسي بحال دوار بوحية وكلشي، زائد الوافدين الجدد. هاد العوامل جعلت هاد الجماعة كتعاني من المشكل ديال الاكتظاظ وديال تسجيل التلاميذ. فكيف يعقل حنا كنسجلوا نقطة حنا كنعيشوا الدخول المدرسي أن الدراري ديال التحضيري ما لقوش فين يديروهم. فحنا كنطلبوا أن عدد ديال التلاميذ اللي ما يلتحقوش من القسم التحضيري، زائد الاكتظاظ اللي كتعرفوا ثانويات أبو بكر الصديق. وكنطلبوا من السيد المدير الإقليمي أنه يعمل مجهودات كبيرة وتعطي حتى الأسبقية للسكان الأصليين، على الأقل حنا كنطلبوا كل شيء تسجل، ولكن تعطى الأسبقية لأنهم كيسجلوا ناس اللي يلاهم جاو والسكان اللي كاينين تما كيتعطلوا، رغم أن الجماعة قدمات مجهودات كبيرة وهو اعترف بها بأن عطاهم أقسام في مركب سوسيو ريالي، وأن جماعة الشلالات دابا من ستة الجماعات ديال العمل البرنسي راه كتبقى الجماعة اللي خصها تعطيها الاهتمام أكثر، لأن على واحد الضغط كبير، زائد أننا السيد الرئيس كنعيشوا النقل وما أدراك ما النقل، لأن ماشي عن النقل راه حنا غنجيو في الدخول الجامعي، لأن ما بين الجامع حنا كنقولوا للناس التباعد، ولكن هنا كنقولوا لهم التقارب في التراول، التقارب في الخطافة، التقارب في الطاكسيات، فلهذا المشكل ديال النقل خصو يتعاد خصو يتحل بأي طريقة كانت، لأن الناس كتعاني من هذا المشكل ديال النقل. فيما يخص بلدية عين حروده، أكدنا في السنة الماضية وحنا كنعيشوا الآن وكنطالبوا وكنقولوا التباعد وكنقولوا بأن البروتوكول الصحي خصو يطبق، كيف يعقل أن المدرسة بعيد عليها هو الحال ب 400 متر وطالبنا بالربط الكهربائي، أن مدرسة عين حروده جوج ومدرسة عين حروده واحد لا زالوا يعانون من هذا المشكل. فكنطلبوا كنعاودوا نجددوا الطلب ديال نفسي المدير الاقليمي انه ياخذ باعتبار ان هاد المدرستين انه يربطهم، راه ما يمكنش نبقاو نعيشوا حنا في حفره كنبقى في ضاع الدراري، حنا كنقولوا التباعد نعاودوا نديروا التقارب في المرحله. فلهذا كنطلبوا ان السيد المدير الاقليمي ياخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات. فيما يخص مدرسه سيهم واحد وجوج، هو السيد المدير الاقليمي راه زار نهار السبت وراه لقى في الباب ديال المدرسه أن داكشي اللي كان ديال النساء وداكشي المسؤول عليه لا يبشر بالخير، رغم العرض ديال سميتو ديال المدير ديال الصحة، راه حنا اللهم نقولوها ولا غنضرب كارثة اللي هي غتكون وبائية خطيرة. فمدرسة سيهم واحد وجوج راه كيعرف العدد اللي هو كبير ديال التلاميذ تما، كاين أنها كتجمع التجمع السكاني ديال دوار الحجر والحربيلي والمرجع، هما فين كاين عدد السكان تما. راه طلبوا لي السكان أن 44 تلميذ ولا 40 حوالي هكا فيما بقينا تسجلات في القسم التحضيري، وعطاهم واحد النهار اثنين بأنه يسجلوا، كنتمنى يكون حل لهم المشكل. فيما يخص الهجرة، الهجرة من قطاع خاص لقطاع عام، راه هذه المدارس والإدارات ديالهم والمؤسسات ديالهم راهم كيعانيوا واحد المشكل، وراه واعدهم بأنه يحل لهم المشكل هذا، راه العائلات كتنتظر. واللي بغي نأكد لك السيد الرئيس أننا لاحظنا غير صبيحة هذا اليوم أن ليس هناك تباعد بين التلاميذ جميع المؤسسات التعليمية، وحنا زرناهم تقريبا كاملين ديال الحدودة، وهذا راجع أن الأعوان الخدام أن دوك لي سيكيورتي اللي كاينين في المؤسسات التعليمية كيكونوا جوج ثلاثة ولا واحد، كيف يعقل أن جوج أعوان ديال الخدام أنهم غادي يأطروا ديال 800,000 تلميذ، وهذا كيشكل خطر وكيخلق ما كيخلقش التباعد، بالعكس التقارب كتعرف العقليه ديال التلميذ وبالاخص الابتدائي والثانوي. فكنطلبوا من السيد المدير الاقليمي ياخذها بعين الاعتبار. فالملاحظه الاخرى كنهضر عليها ورشاد الاخ ولدي هنيه، هو ان جميع المؤسسات التعليميه فيما يخص التعقيم والتطهير من سيضمن استمراريه، الجامعات قدمات خدمات واش غتبقى دائما غتقدم خدمات، واش هاد التعقيم والمواد المواد التطهير جمعية الآباء راه كتعرفوا الميزانية ديالهم اللي هي قليلة ومتواضعة وكيساهموا بها، فكنطلبوا من المندوبية أن هاد المديرية الإقليمية أن هاد الشيء ديال التعقيم أما يتخلق عليه شي نهار، يتجمعوا رؤساء الجامعات ويتجمعوا رؤساء الجمعيات ويكون يتحل باش يبقى داك التعقيم وداك المواد ديال الصحي
انه استمر طيله واحد المده دائما وباستمرار. شكرا سي الرئيس. وهذا النقاش المجتمعي الظاهره ديال النزوح وديال كثره التسجيلات هذه السنه راهي ظاهره ملاحظه على الصعيد الوطني. بالنسبه لنا احنا على صعيد مديريه المحمديه ففين كاين عندنا الاشكال ديال طلبات اللي البنيات الماديه ديالهم ما تقدرش تستقبل، وذكروا الاخوان في التدخلات ديالهم. فعندنا ثانويه ابو بكر الصديق ما عندها في تزيد شي تلميذ، وصلت الطاقه الاستيعابيه 100% بحيث انه الان اقسام راه فيه 44، القسم فيه 44 قسمتيه على فوجير غادي يكونوا 22 تلميذ، وبالتالي وصلت لحد ما يمكنش تستقبل حتى واحد. حنا ما غنخلوش هذوك التلاميذ اللي جايين ما يقراش، فكرنا بالبديل. عندنا اعداديه ديال نازك الملائكه بعيده بواحد 800 متر تقريبا، ما بعيداش بزاف، فتحنا فيها واحد الملحقه باش يقراو التلاميذ الثانوي تما، غنوفروه عند الاساتذه ديالهم عندهم كل شيء، ولكن الاباء رافضين يزيدوا هذيك 800 متر ويمشي. المهم كمديريه وفرنا المقعد الدراسي، ما خليناش التلميذ خارج المنظومه، وفرنا له المقعد الدراسي بالاساتذه بالاداريين بالتدبير كله، ولكن باش يصبر بنادم يمشي واحد 800 متر في واحد الصفه مؤقته، يعني ما كاينش تعاون. وهذا دورنا كاملين، لا المجتمع مدني ولا منتخبين ولا حنا كمديريه، خصنا نقنعوا هذوك الناس بانه هذا الوضع يتطلب باننا نجيو بهذه الطريقه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو عندنا سهام واحد وسهام جوج، وانا سمعت الاخ تدخل عليهم وقال لك بانني اعطيتهم وعد، انا ما عطيتش وعد حتى شي واحد. يعني هذه السطره مشينا احنا في واحد النشاط ديال الجمعيه اللي جات صبغت الاقسام ودارت التعقيم التسديرات، ولكن ما عطينا وعد شي واحد. احنا عندنا وصلنا الان الاقسام فيهم 42 43 سهام واحد وسهام جوج، ما عندهم حتى هو فين يزيدوا حتى واحد. حتى الا بغينا نوسعوا البنيه، يعني ما معنى توسيع البنيه هو نزيدوا اقسام اخرين، ما عندنا فين نزيد، ما عندناش القاعات. القاعات كلها تشتغل بعدد الاساتذه بالطاقه الاستيعابيه القصوى ديالها، وبالتالي هذوك التلاميذ وفرنا لهم جوج مؤسسات فتحناهم جداد في مدينه سنات الجديده، وبالتالي راهم المقعد متوفر تما، ولكن في سهام واحد وسهام جوج ما كاينش عندنا المقعد. كاين ايضا ابو بكر الصديق لولا التعاون ديال جماعه الشدادات معنا عطاونا واحد المركز سوسيو رياضي نستغلوه، راه ما يمكنناش هذيك المؤسسه تهز هذاك العدد ديال التلاميذ. تبارك الله انتم عارفين هذيك الضخامه شحال فيها ديال يعني الساكنه، وكاين اقبال كبير وابتدائي، وبالتالي راه كاين اشكال في هذا العمل. بالنسبه لطلبات توسيع البنيه السي خليل اللي حطيته هو انه عندنا ارتفاع في التسجيلات الجديده، ولكن بالنسبه لتوسيع البنيه خصنا الموارد البشريه، يعني الا زدنا شي قسم خصنا نزيدوا الاستاذ معاه. الاساتذه راك شتي قلتي قبيله الخصاص، قلتي بانه عند العدد المتوفر 59 و60 في الخصاص، يعني راه ديجا حنا داخلين بناقص واحد في هذه الوضعيه الحاليه اللي فيها الاعداد ديال 40 تلميذ في القسم، راه داخلين حنا بواحد الخصاص ديال الاستاذات والاساتذه. اما فيما يتعلق بالتدابير الاحترازيه والوقائيه، حنا بالنسبه لنا وجهنا مراسله من الاكاديميه جميع الجمعيات اللي هي تحت اشراف المدير فخصها تشتغل في هذا الجانب. كاين عندنا جمعيه دعم مدرسه النجاح، الجمعيه الرياضيه، عندنا جمعيات الامهات واباء اولياء التلاميذ يساهموا في اقتناء هذه المعاقبات. كاين ايضا مجالس المنتخبه اللي يمكن التعاون معنا. بالنسبه للتعقيم الاسبوعي هو باختصاص جامعه الترابيه، هذاك الاسبوعي ديال نهايه الاسبوع راه هو باختصاص جامعه الترابيه، وحنا اللي عندنا المنظفات ديال المؤسسات اللي غيتكلفوا بهذاك بين الحصص، يعني تعقيم كيكون غير ماشي تعقيم كلي وشامل بهذوك لي برودوي اللي عند الجامعه الترابيه. وكان واحد يعني حق التعاون مع الجامعه الترابيه داروا عقموا لنا المؤسسات السيمانه الفايته وفي نهايه الاسبوع الماضي، وبالتالي حنا كنطمعوا دائما باش نتعاونوا في هذا العمل. اللي قال لك بان عنده ميزانيه ديال التعقيم على طول السنه الدراسيه راه كذب عليه. حنا عندنا ولو ديما غاش، ولكن كنطمعوا باننا غادي نشوف شراكات. كاين مؤسسات الان في عين حلوده، عين حلوده واحد جاتهم شركه عطاتهم 10,000 درهم ديال المعقمات،
اذا كاين شراكات، حنا كنبحثوا على الشراكات، كنبحثوا على الجمعيات التعاون معنا، كنبحثوا على القطاع الخاص، هذا الشيء كنديروه. ولكن باش تكون عندنا بانها واحد الميزانيه قاره متعلقه بالتعقيم عندنا ما كايناش، هذه بالنسبه لنا حنا كمديريه اقليميه. فيما يتعلق بهذاك الاحتقان اللي كان بين الاباء والامهات ديال التعليم الخصوصي مع المؤسسات، حنا تدخلنا في الوساطه، واحد العدد كثير ديال شواهد المغادره عطاوهم المؤسسات الخصوصيه، شحال ديال شواهد المغادره تبقى، ولكن بقاو بعض الحالات الاستثنائيه اللي ولجوا للقضاء. حنا دابا قلنا مادام الولوج الى القضاء ما يمكنناش حنا اداريا نسبقوا القضاء، حنا كنثيقوا في القضاء، الحكم القضائي اللي جا عندنا راه غننفذوه. إذا مادام وصل القضية وصلت إلى القضاء، حنا ما يمكنش نترونشو في العملية إلا بناء على حكم قضائي باش ما نتجاوزوش حنا القضاء. إذا هذه العملية راه كاين اللي وصل بشواهد المغادرة إلى القضاء. تقريبا هذو هما النقط العامة اللي كاينة. كاينة مسألة أخرى، كاين عندنا واحد الطلبات ديال التسجيل واللي جايين من الدار البيضاء. الدار البيضاء الان كتعرفوا بانه التعليم عن بعد هو النمط المعتمد. كاين هذوك النقط التماس اللي عندنا معاهم، كاين واحد العدد بغى يجي يقرا في المحمديه لانه بغى ولده يقري حضوريا وهو قريب من المحمديه. حنا في هذه العمليه فرضنا شهاده السكنه مسلمه من السلطه المحليه، يعني اللي جاب شهاده السكنه بانه قاطن قرب المدرسه يتسجل، اللي ما قاطنش قرب المدرسه ما يمكنش يتسجل عندنا. اذا كاين هذا المعطى حتى هو راه حاضر وخصنا نستحضره، وحنا كنطمعوا في التعاون ديال الجميع. هذا دخول استثنائي ماشي عادي، هذا دخول استثنائي في ظل جائحه كوفيد. حنا راه كنديروا جهدنا، ولكن كنطمعوا دائما كنطمعوا في المؤسسات اللي هي قريبه منا، اللي هي المجالس المنتخبه، اللي هي فعاليات المجتمع المدني، باش نتعاونوا باش يمكننا نتغلبوا على هاد المشاكل. هاد الاكتظاظ امام ابواب المؤسسات ملاحظ، الام كتجيب ولا الاب كيجيب ولده كيدخل وسط المدرسه، كيمشي للقسم كيجلس، كيبقى الاب والام حاصلين عند المؤسسه تما بالمئات. هذه لاحظناها في جميع، ماشي غير في الفاتح، هذه في المحمديه، في الجماعه ديال العين حوده، في كل شيء. الاب جاب بنته ولا ولده كيحطه في المدرسه، ولا الام كيمشي بحاله، يعني مثل عنده يدير عند الباب. ولكن هذه الله يعني هذه نحاولوا واحد الحمله تحسيسيه ونداء الامهات والاباء باش ما يتجمعوا قدام الباب. وكيتحسب علينا حنا اكتظاظ، حنا لداخل ما عندناش اكتظاظ، عندنا التباعد، عندنا التلامذ بيناتهم مترو، عندنا القاعة فيها واحد العدد قليل ديال التلامذ، ولكن برا عند الباب كتلقى الآباء والأمهات يعني متجمعين. إذا حنا درنا عملية تحسيسية والحمد لله بدات هذه العملية بداو كيقلوا هذوك الأعداد اللي كانوا عند الباب. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.